مباراة النادي الإفريقي والنجم الساحلي في الجولة الخامسة من الدوري التونسي دور البلاي أوف. لكي معنا المباراة مالي فضل التطبيس لكل شراب الخنيس، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف للمباراة ملعب أولمبي الحماد العقبي براديس. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الثالثة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة الكاس اتش دي 2 الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعم المايك واشتراك القناة وتفعيل الخاصة على الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.